السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بكم بقناة سعيد خيال صغير. اليوم التجلى مرة تنتظرونا في فعالية المرة. اليوم لازم ترويش ايش؟ حلال. ترويش من؟ حلال ضروري. قتال، اذا جينا نمسكك حلال ما تقول يا انا ذليت انا مدري شنو انا تمام؟ خلاص؟ خلاص كفو؟ ولد اضفي خلاص؟ لازم احنا اول لا نجي روش فحل المربط القادم. بابا اجي ما حد جاء اليوم، حالنا في المربط. تركب سمحة؟ يلا ما في مشكلة، اليوم كله بونا بنركب. هيا حتى انت؟ ايوه يلا تفضل ذاك شوف انتبه يا خذ ال عاد حتى خلت اطلع مو مشكله. الشكيمه دائما باسرع شيء، عرفت يعني؟ ما تخليها تتاخر. اول شيء وش الشكيمه؟ امسك شكيمه. تعال سمحة تعال، هاي راح تشكيمتك بسرعة. خلاص اخر يدك. بابا لا انا اصبركم عشان انت تضبطها. خلاص ضبطوها انت واخوك. يلا ما تبغى تساعده؟ وش؟ انا ابغى اركب بس يعني شغل والجام ومدري ايش. ترى قال بقلب الشكيمه يا سعد. مقلوب انت قلبتها. كيف ايوه مقلوبه كيف تسوي ايه؟ لا انت خل سعد يركب اول شيء عشان يخذ به لفة ولا لفتين في البدوك، عشان انت اذا ركبت ما تطرحك. ايش رايك؟ ما تطرحني اكيد. ايوه طيب خلاص ركب زي سعد. يوم سعد يركب هنا على، يلا روح ودي لها الفرس. يلا اذا كان ما معك احد انظر كيف تركب. يلا هاي روح تعال هنا. بسم الله ما تكلت. بس ترى هنا انقز على ذي، انقز على بلكة طويلة. ايوه يلا ركب نقزة قوية. عطها نقزة قوية. يلا سند كفو والله كفو يا كفو عليك كفو عليك. ما احنا مسعد. ايوه كفو خلاص اربط لها الجام ووديه لين يدخل بدوك. هيا ساعدك بايش؟ لحظة امسك شده بس خلاص خلاص انزل انت. انزل انت وبس انزل تحت وخليه يساعدني. خلاص هو يديك البدوك. يلا امسك من هنا سعد من هنا. ايوه يلا روح البدوك. يلا ما يساعدك انت كافو وتساعد نفسك وتزبط امورك. ترى انا خايف انها تطرحك. انا خايف تطرحك. ما تطرحك بس اذا انك
اذا انك شنب ما تطرحك. ولا تخلينا نركب انا اول. بالله. يلا بس وقف يا سعد. وقف خله. تعال صك الباب. ها. تركب؟ ولا نركب؟ طيب يلا انزل. انزل نزول خيال هيا. كيف نزول الخيال؟ احسنت والله. كفو بتال. ايوه امسك انزل خلاص. يلا نزل يدينك ورجلينك. احسنت كفو عليك. صرت من خايف؟ وش صرت؟ صرت رجال. رجال انت كفو رجال من يوم يومك. جيني بركب. تخلع اليوم بدينا كلام فيه قشرة طبعا لفترة ما هو راضي. تيسر الأمور أن نمسك الروشة. إحنا بنزيت قبل الروشة عشان نشيل قشرة. طبعا قشرة دي من الحلاقة اللي جت غلط ومع الحرارة جات قشرة. بنزبط الأمور ونزينها. لا تخاف روح جيب الزيت اللي جوا. يلا هذه سمحة خلناها هلا. هذا تذكروا دوم راح أقرب مع 6 شهور قدام وتشوفوا لونها غير. معنى ما نفسي نتغير اللون. نفسي نصير أحمر غامق برضه. رايحين نجيب حريقة للخيل. وش راح نجيب يا بتال؟ ها؟ راح نجيب ايش؟ حريقة. ايوه. ونزبط الامور ونرجع. رايح علينا حر اليوم. تشوفون سماعاتك محمرة. اسمعي حمرة؟ اي والله اسمعي حمرة. ابويا شوف انا بخيف ابرد من قوتها. بابا اللي شلتك في لبن جيب لي. طيب ابشر الحين بنمر ناخذ اغراض. لبن ولا حليب؟ ابغى لبن كذا. طيب كون تبي تديها ذي؟ كذا يا شيخ. شيخ حط لنا 3 مرام. 3 وصلت بالعلف. جيك هالحين انا
المويه الحين. وخ 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 عربية. مكعبات تحط لها تأخرنا. هذه ثاني مرة أركب في البدوك بالليل. خلاص الحين بنصلي. إيه؟ وبعد ما نصلي تركب إن شاء الله تعالى. بس هحطه حتى طبعا ما صلى الله. شغل لك اللمبة ونظبط أمورك. طيب يتمسح. هاي ما شاء الله تبارك الله. ايوه شغل عدل. شوف القشره طيرناها كلها. طبعا اول شيء حسيناها وحطيت عليها زيت، كثرت الزيت كميه كبيره، خليته شويه وغسلنا والأمور 200%. اللهم لك الحمد. طبعا راحت خلاص. هذا ترى بس فارق اللون ولا الشعر. كل شعر مو الشعر كيف واضح. ما شاء الله تبارك الرحمن. الليلة ما حصل لنا الجو إننا نركب ونستانسها. هل شبون كلها حصن ذي، يعني يقولون كذا عرفت. يلا سعد هيا سعد الحين بيحط عليقة دينار. عليقة كرم. يلا شيل عليقة شقة. هيا هيا حط على شيل. قول بسم الله. حبة انتبه تكون حذر شوية. صك الباب يا تسوي له كذا. ها بس خلاص لا تعجنها يلا والله حلوة يا ولد. يلا خذ عليقة. شو اسمه؟ خذ عليقة سمحة. يلا خذ عليقة سمحة ولا كرم؟ عادي يلا وده. حط عليك تسمح هنا. خلاص انت تودي حق الكرم. هاي ايوه بس لا تسيبه. ما في سمسم يلا يا سمسم انت لا تطرحه. حبه شوش يلا 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 ادخل. كيف والله ثقيله. ادخل ثقيله. ادخل يلا خلي تاكل هنا. ادخل روح بس روح ما عليك ارده. ارفعها يلا. انا معك شوف ما شاء الله تاكل. هاي يلا اقلب ها يلا ساعدناك. هاي خذيك. يلا خلاص امسك ذا. لقيتك. هلا عطي قمرة. عطي قمرة على لقيتها. هيا تحلي الباب. يلا بسم الله. لحظة حبة. طيب ادخل يلا عطى على لقيتها. هاي خايفة. إيه لا ما عليه بس هي عشان فلاش. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تولانا ما شاء الله نطرح البركة. ما في جيراني.
ما سكت على هالباب. سك سكها باب اللي تحت. يلا خلاص يلا. هذه علقت مين؟ هذا علقت الماهري؟ يلا ود. وين علقت؟ آخر واحد آخر واحد. هذا الماهري الماهري ورا. ثاني ودي. أنت ما تقدر. ماهري. فك الباب. يلا. انتبه انتبه ها. انتبه تحط عليك انتبه. وخ. انت لا تدخل لا تدخل. وخر اخ. صابر رايك. يلا يلا. حط. يلا روح. روح. انتبه. حط حط ما عليك. هاي ما تشوفون همنا. اخبار. الى ان وصل لنهايه الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك. جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. نراكم في الفيديو ان شاء الله.